أيتها السيدات، أيها السادة، أستسمحكم أن أغتنم هذه السانحة لأتوجه إلى كافة متسفي جهاز الشرطة الجزائرية بأحر عبارات الشكر والتقدير. فانا لما يقدمونه من واجبات وما يبذلونه من مجهودات جبارة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل ضمان أمن المواطن وصون ممتلكاته، وهو خط ثابت ومبدأ راسخ لا ولن تتوانى عنه انطلاق مؤسستنا، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح